رجعت تاني بعد الفاصل في صحافه النهار على شاشه النهار رياضه متصلين معاكم هيبقى في اتصالات تليفونيه معانا ان شاء الله من كل مكان هرجع تاني اتكلم عن النادي الاهلي آه النادي الاهلي وانجاز ايهاب آه عبد الرحمن ايهاب عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي اللي فاز بالمدينه الفضيه لمنافسات مونديال العاب القوى المقام حاليا ببكين آه يعني ان شاء الله وتاهل لري جينيرو جنيرو 2016 كل التوفيق لايهاب عبد الرحمن ابن النادي الاهلي النادي الاهلي برضه ولات في اللعبات الفرديه عنده ابطال بسم الله ما شاء الله يعني كانوا مميزين زي فريد فريده فريده أو معانا اهوت ده اعتقد ده التاهل بتاعه او الرقم بتاعه ده اه دراميا 89.9 حاجه زي كده حاجه يعني برضو تميز كبير جدا لايهاب عبد الرحمن اه يعني اكيد شفت ابي يعلم على ايه على علم مصر يعني هو ما حدش بينسى بلده ما حدش بينسى انجازه ده طبعا الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى يا ريت يعني برضو يجيب لنا الاستاذ الدكتور وليد عطا انجاز كبير جدا لايهاب عبد الرحمن ان شاء الله نتواصل معاه ان شاء الله ونحاول نعمل له حاجه من خلال قناه النهار رياضه ونشوفه في ريد جينيرو 2016 خير ممثل لألعاب القوى المصرية في المحفل الدولي الكبير اللي هو مهد الألعاب الرياضية اللي هو الأولمبياد في أي لاعب يبقى نول الشرف أنه يبقى موجود في أي أولمبياد على مستوى العالم في كل التوفيق تريزيجيه هطلع من الاهلي برضه لسه معانا اخبار النادي الاهلي من ايهاب الاهل الاهل اه عبد الرحمن لتريزيجيه النجم الكبير خلاص استلم التاشيره بتاع سفر بلجيكا انتوا عارفين التاشيره بتاع شنجن دول الاتحاد الاوروبي بيبقى فيها وقت شويه لكن الحمد لله تريزيجيه استلم التاشيره نتمنى لتريزيجيه اللاعب الخلوق اللاعب المحترم فعلا هيبقى اضافه لكاتبة المحترفين غير ميكروباص البرتغال خالص اللي كنا بنتكلم عليه وخد الكلام ده على لساني خلي برنامج صديق اشرف ممدوح صحة النهار تريزيجيه ان شاء الله يعمل نقلة كبيرة ونقلة محورية في حياته من بلجيكا لأي دوري تاني من الدوريات الكبيرة يا يعني الألماني يا يعني الإيطالي ان شاء الله ولا يبقى الأسباني أو الإنجليزي لأنه هو قد تريزيجيه من اللاعبين المميزين اللي كان واحد بيشيد بيه السنتين اللي فاتوا واحد من أهم اللاعبين الموجودين في مصر منتخب الأولمبي ومنتخب الأول بيصنع الفرق مع النادي الاهلي، لاعب سريع، لاعب بيتحرك وفيه كل صفات نقدر نقول لاعب الوسط المهاجم والمدافع، تحركاته سواء في الطرفين، طرف يمين، طرف شمال، بيأدي اداء مميز جدا، كل التوفيق لمحمود حسن تريزيجيه، تريزا الكره المصريه، انا مسميه ماريا كنت بسمي ايه وكنت بتكلم عليه بقول ان ده ديماريه الكره المصريه. هروح بقى لاخبار نادي زمالك شيكابالا يوقع للزمالك رسميا خلاص موضوع شيكابالا خلص خلاص بمبلغ 650 الف دولار على ثلاث دفعات كل توفيق للنجم الكبير شيكابالا سواء بقى الزمالك او يعار لنادي الاسماعيلي او يرجع تاني وكان قبل كده في ناس بين الرفض والقبول بالنسبه لشيكابالا في الاسماعيليه لكن شيكابالا لو راح نادي الاسماعيلي هو اضافه والاضافه وبرضه النادي الاسماعيلي هيدي شيكابالا الكثير ان وجوده في نادي بحجم وقيمه نادي الاسماعيلي اتمنى كل التوفيق لشيكابالا ونشوفه قريب في منتخبنا الوطني فيريرا بيحصل على مكافاه الدوري بشيك مؤجل الدفع ب 60000 دولار حقه حقه الراجل أدى مع نادي الزمالك وفاز ببطولة أوفى ووعد وكمل بشكل مميز، كمل الصفقات، كمل التعاقدات، كمل يعني تركيبه كوكبه النجوم اللي نادي الزمالك السنه دي جابهم وعمل أداء والأروع، لكن مستر فيريرا الدوري اللي جاي صعب. نادي الأهلي بصفقاته الجديده اعتقد هيبقى فيه قوتين كبار أهلي وزمالك. تناحر كبير جدا يعني الاثنين هيبقوا يعني السنه الجايه مش عارف هيبقى مين ببطل الدوري البطل الدوري في الاخر اللي هيمشي كويس وهيادي اداء مميز جدا هو في اللي هو في الاخر اللي هيحسم الموضوع هروح برضو لاخبار اسوان يتعاقد مع عميد مدافع الشرطه آه نادي اسوان وكان معانا من فتره آه تقريبا ثلاث اسابيع كابتن عماد نحاس من النادي الاهلي اللي صعب بنادي اسوان من دوري المظالم للدوري الممتاز نتمنى له كل التوفيق لكن برضو هتظل الانديه دي يا جماعه الاداره دي هي العائق الكبير قدامهم انهم يجيبوا صفقات على مستوى مميز جدا لكن هو بقى الاعتماد على الخبرات الاعتماد على بعض اللاعبين اللي عندهم طموح الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب اللي عايزين يثبتوا وجودهم نتمنى فعلا لكابتن عماد النحاس التوفيق ان شاء الله ولمدينه اسوان الجميله اللي كل ناسها ناس طيبين في مهاجم لاعب او لاعب نادي النهضه المغربي بينضم لنادي اسوان نتمنى له كل التوفيق معانا